اللهم يا حبيب كل غريب، ويا أنيس كل كئيب، أي منقطع إليك لم تكفه بنعمتك، أم أي طالب لم تلقه برحمتك، أم أي هاجر هاجر فيك الخلق فلم تصله، أم أي محب خلا بذكرك فلم تؤنسه، أم أي داع دعاك فلم تجبه؟ اللهم يا من يغضب على من لا يسأله، لا تمنع من قد سألك. إلهي، كيف نتجاسر على السؤال مع الخطايا والزلات، أم كيف نستغني عن السؤال مع الفقر والفاقات، أم كيف يجمل بعبد آبق عن باب مولاه أن يقف على الباب طالبا جزيل عطاياه؟ إنما ينبغي له طلب المغفرة والتعلق بأذيال المعذرة، لأنك ملك كريم دللت بجودك عليك، وأطلقت الألسنة بالسؤال لديك، وأكرمت الوفود إذا ارتحلوا إليك. يا حبيب القلوب، أين أحبابك؟ يا أنيس المنفردين، أين طلابك؟ من ذا الذي عاملك فلم يربح؟ من ذا الذي التجأ إليك فلم ينجح؟ من ذا الذي وصل إلى بساط قربك واشتهى أن يبرح؟ وعجبا لقلوب مالت إلى غيرك ما الذي أرادت، ولنفوس طلبت الراحة هلا طلبت منك واستفادت، ولعزائم سعت إلى مرضاتك ما الذي ردها فعادت؟ هل نقصت أموال استقرضتها؟ لا وحقك بل زادت. سبق اختيارك فبطلت الحيل، وجرت أقدارك فلا يتغير العمل، وتقدمت محبتك لأقوام قبل خلقهم في الأزل، وغضبت على قوم فلم ينتفع عاملهم بما فعل، فلا قوة على طاعتك إلا بإعانتك، ولا حول عن معصيتك إلا بمشيئتك، ولا ملجأ منك إلا إليك، ولا خير يرجى إلا من يديك. فيا من بيده إصلاح القلوب، أصلح قلوبنا. يا من تتصاغر في عفوه الذنوب، اغفر ذنوبنا. اللهم إنا قد أتيناك طالبين، فلا تردنا خائبين، لم نزل إلى باب جودك مائلين، فأصلح كل قلب قسى فلا يلين، واسلك بنا مناهج المتقين، وألبسنا خلع الإيمان واليقين بدروع الصدق فإنهن يقين، ولا تجعلنا ممن يعاهد على التوبة ويمين، واجعلنا من فضلك من أهل اليمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.